مساء الخير على حضراتكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كده وعلى أسرتكم بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة إن شاء الله حوري لحضراتكم الجنرال انستراكشنز بالنسبة للبحث المفروض إن حضراتكم تعملوها. طبعا دي خاصة بالأربع فرق اللي هي سنة أولى وسنة تانية وتالتة ورابعة في المواد بتاعتي. طبعا الفيديو ده مهم جدا بالنسبة للأربع فرق اللي هي خاصة بسنة أولى في الكورس بتاع مادة Principles of Accounting 2، والفرقة التانية اللي هي خاصة بمادة Accounting for Corporation، والفرقة التالتة اللي هي خاصة بالكورس بتاع مادة Cost Accounting 2، والفرقة الرابعة والأخيرة اللي هي خاصة بالكورس بمادة Contemporary Problems and Issues in Accounting. طبعا في تعليمات عامة، طبعا التعليمات دي خاصة بالنسبة للأربع فرق، تبقى حضراتكم تبقوا عارفينها. بالنسبة للبحث، إن حضراتكم بتعملوا إيه بالنسبة للبحث بالظبط، وبعد كده من خلال التعليمات العامة اللي حضراتكم هقولها لكم دلوقتي عليها، هديلك شكل الفورمة بتاعة الريسيرش. طبعا هتبتدي تعمل بيها ازاي الفورمة بتاعة الريسيرش. طبعا الفورمة طبعا موحدة بالنسبة للأربع فرق. وطبعا بعد كده هنمسك فرقة فرقة وحدد لكم الموضوعات اللي حضراتكم هتختاروا منهم موضوع واحد من خلال التوبكس اللي انا محددها. فطبعا الفيديو ده مهم جدا بالنسبة للأربع فرق سنة أولى وتانية وتالتة ورابعة بالكورسات اللي أنا ذكرتها من شوية، اللي هي Principles of Accounting 2 و Accounting for Corporation و Cost Accounting 2 وال Contemporary Problems and Issues in Accounting. طيب، أول حاجة طبعا دلوقتي هنتكلم عن الجنرال انستراكشنز، تعليمات هامة. أول حاجة نمبر 1 بيقول لك the paper should be 5 من from 5 to 10 pages maximum. يعني بيقول لحضرتك ان البيبر نفسها، البحث نفسه، حضرتك هيكون بيتراوح ما بين 5 ل 10 ورقات maximum. The paper should be from 5 to 10 pages maximum. نمبر 2 طبعا ده general instructions، طبعا دي تعليمات عامة لكل الفرق اللي هي خاصة بالكورس بتاعي. نمبر 2 بيقول طبعا بيوري لك طبعا شكل الفونت اللي حضر الفونت نفسه والسايز اللي حضرتك هتبتدي تكتب من خلاله، زي ما هو ظاهر هنا عند حضرتك على الشاشة، ان انت حضرتك هتكتب الملف على مايكروسوفت وورد. طبعا شكل الفونت والسايز، بيقول لك اول حاجة الفونت بيبقى عبارة عن اريال السايز بتاعه 16. شكل الكتابة نفسها، كتابة الريسيرش البحث، هيتكتب بشكل الفورما اللي هو طبعا ظاهر عند حضرتك على الشاشة، اهي اريال طبعا السايز بتاعه 16. طبعا اريال دي بتلاقيها فين؟ اهي بتلاقيها هنا، بتدوس على كلمة، بتدور على كلمة اريال، اهي اريال خلاص، وبتدوس عليها. وبعد ما بتدوس عليها طبعا بتبتدي تشتغل بقى، وبتحدد نوع الفونت اللي حضرتك تشتغل عليه، رقم كام؟ 16. تمام. طبعا زي ما قلت هنا موري لحضرتك هنا على الشاشة، طبعا شكل الفونت اهي من هنا، من الناحية دي هنا بيحدد لك شكل كتابة الفونت، اهي اريال، وطبعا السايز اللي هو رقم كام؟ 16. طيب، تاني خطوة نمبر بي بيقول لك the research should be single space. يعني بيقول لحضرتك ان لازم يكون في مسافة واحدة على الاقل. مسافة يعني حضرتك بعد ما بتكتب السطر، بعد ما بتكتب انت السطر على الوورد، الفرق ما بينهم السبيس بيبقى سنجل، مسافة واحدة. The research should be single space. نمبر 3 بيقول لك المارجن الهامش بتاعها بيقول لك of 2.5 سنتيمتر should be left على اليسار from all sides of the page. طبعا لو حضرتك انتوا مش عارفين تعملوه، شوفوا اي حد يقدر يساعدكم، ان هو ده شكل الفونت بالنسبة لكتابة البحث.
الخطوة الثالثة بالنسبة طبعا للتعليمات الـ General Instructions بيقول لك the introduction should be in two من from two four paragraphs. حضرتك الـ Introduction المقدمة اللي حضرتك هتبتدي بيها بيتراوح ما بين paragraphين لأربعة من from two to four paragraphs. ده في أول صفحة في الـ First Page. قال لك should includes introducing the research, the problem it addresses and the objectives. Again, which includes introducing the research, the problem it addresses and the objectives. بيقول لحضرتك ان هو ان انت بالمقدمة دي من انت بتتعرف على البحث بتاعك اللي انت هتختار منه العنوان، وبعد كده بتحدد المشكلة العناصر البحث اللي هتبتدي تتكلم عنه والاهداف بتاعته. فطبعا كل ده موجود في الانترودكشن. بعد كده بعد ما حضرتك بتكتب الانترودكشن بتخش على المين بودي. المين بودي ده بيتراوح must be from 2 to 5 pages maximum، ما بين 3 صفحات لخمس صفحات. The main body must be to three, sorry, from three to five pages maximum. المين body لحضرتك اللي انت الموضوع اللي انت هتختار منه. طبعا انا حدد لك كذا موضوع، حضرتك انت كطالب هتختار منه موضوع واحد تبتدي تشتغل من خلاله، من الموضوع اللي انت هتختار منه وتبحث عنه وتدور عنه. طبعا هتلاقي فيه طبعا التوبكس اللي انا محددها لك موجودة في الكتاب اللي انا منزله لحضرتك. في طبعا الموضوعات حضرتك انت ممكن ان انت تلجأ منه، وفي نفس الوقت انت انا مش قصدي ان انت تلجأ من الكتاب بنسبة 100%، لا انا عايزك تلجأ، ده يعتبر مرجع ليك، بس انا عايز اكتر من مرجع، يعني اكتر من مصدر، اكتر من سورس حضرتك ان انت تبحث عن التوبيك اللي انت هتختار منه. طبعا هتلاقي من على النت، طبعا ممكن تلاقي تدور على ريسيرش جوجل، ممكن تلاقي على بنك المعرفة، في اماكن كتيرة ان انت ممكن تقدر تبحث عنها عن طريق الانترنت، وهتلاقي الموضوعات بسيطة وسهلة وموجودة كتيرة جدا على النت. مش مديلك حاجة ادوانسد ان انت تدور ان انت تدور وما تلاقيش، لا هتلاقي. بس اهم حاجة زي ما قلت لسيادتك انا ساعدت حضرتك ان ايه، ان المرجع اللي موجود، الكتاب اللي موجود مع حضرتك، الكتاب بتاعي طبعا ده المرجع اللي انت حضرتك ممكن تلجأ منه، بس انا مش عايزك تلجأ منه بنسبة 100%، لا تلجأ منه جزء منه وهو ايه، وتكمل من على الايه، من على النت، من اكتر من ايه، من اكتر من مرجع. طيب نرجع كده نكمل. قال لك the main body number 4، طبعا بعد ما حضرتك بتكتب الانترودكشن المقدمة، المقدمة زي ما قلت لسيادتك ان هو بيتراوح from 2 to 4 paragraphs، بيتراوح من قطعتين لأربعة، أربع قطع. which includes طبعا بتشمل ال introducing the research، انت بتتعرف على ال research بتاعتك وبتحدد العناصر بتاعته ال elements of the research, the problem it addresses and the objectives. طيب بعد لما حضرتك بتدخل على ال introduction بتخش بقى على ال main body. طبعا ال main body must be from 3 to 5 pages maximum، بيتراوح من 3 ل 5 صفحات maximum. قال لك the goal of the main body is to answer any questions that have mentioned the introduction. حضرتك انت بقى لما بتحدد العناصر بتاعتك اللي هتبتدي تشتغل من خلاله، البوينتس اللي انت هتشرحها من خلاله، العناوين اللي انت هتذكرها في الانترودكشن، بتخش بقى تشرح كل عنوان عنوان في المين بودي، الايه السؤال وتحتيه الايه، معمول على شكل ايه السؤال وتحتيه الاجابه بتاعته. قال لك the goal of the main body is to answer any questions that have mentioned the introduction. بعد ما حضرتك بتذكر بقى الاسئله العناوين وهتشرحها من خلالها، من خلال المين بودي زي ما قلت لسيادتك ان هو بيتراوح ما من 3 ل 5 صفحات ماكسيمم، بنخش بقى على الايه، على الكونكلوجن. الكونكلوجن اللي هي الخلاصه طبعا، اللي هي طبعا بناء على المين بودي ان حضرتك الكلام اللي حضرتك اتكلمت عنه من اللي بيتراوح ما بين 3 صفحات ل 5 صفحات، بتلخص الكلام ده في شكل باراجرافين او اربعه. ده الكونكلوجن. الكونكلوجن اللي هو السمري اللي انت توصلت اليه من خلال الريسيرش. فطبعا الكونكلوجن should be is to from 2
to four paragraphs، بيتراوح ما بين قطعتين لأربعة. طبعا ده maximum بتبقى one page، يبقى الانترودكشن بتبقى maximum one page والconclusion بتبقى maximum one page، والمين بادي طبعا زي ما قلت لسيادتك بيتراوح ما بين 3 لـ5 صفحات. يبقى هو ده طبعا الايه العناوين الأساسية. طبعا هنا هنكمل بقية الconclusion، فبيقول لك ان هو ده summary of what mentioned in the whole paper، ده يعتبر خلاصة أو ملخص من خلال الايه التلخيص من خلال المين بادي اللي حضرتك عملته من 3 لـ5 صفحات. فطبعا هنا يبقى الريسيرش متقسمة لإنترودكشن. طبعا الإنترودكشن هي ماكسيمم 1 بيج، بعد كده المين بادي اللي أنت بتحدد فيه النقط البوينتس اللي أنت هتتكلم عنها من 3 لـ5 صفحات ماكسيمم، من فروم 3 تو 5 بيجز ماكسيمم، وبعد كده الكونكلوجن بتبقى ماكسيمم 1 بيج. طيب نمبر 6 هنا طبعا اول حاجه طبعا قبل ما هتبتدي طبعا تشتغل في الريسيرش، وهوريك طبعا شكل الفورم عباره عن ايه، هو الريسيرش كونتنتس. طبعا خلي بال حضراتكم كل ده للفرق اللي معايا كلها، سنه خاصه الكلام ده خاص بسنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، بالنسبه للاربع مقررات بتوعي الناس اللي معايا اللي هي بتوع كورس Principles of Accounting 2, Accounting for Corporation, Cost Accounting 2 and Contemporary Problems and Issues in Accounting. طيب بيقول لك هنا نمبر 6 ذا ستودنت ماست فولفيل اد ذا بيزك انفورميشن نيدد ان ذا ريسيرش كفر، بيقول لحضرتك ده اللي حضرتك البيانات اللي انت لازم تملاها في الاول خالص الريسيرش كفر بتاعك. بتكتب الكورس نيم اسم الماده، طبعا لو الطلبه اللي معايا سنه اولى هتكتب Principles of Accounting 2، لو طلبت سنه ثانيه هتكتب Accounting for Corporation، لو طلبت سنه ثالثه هتكتب Cost Accounting 2، لو طلبت سنه رابعه هتكتب Contemporary Problems and Issues in Accounting. الليكتشرر نيم طبعا اسمي دكتور كريم ممدوح، بتكتب اسم الدكتور، وبعد كده الريسيرش تايتل ان انت هتكتب فيه عنوان التايتل بتاع الريسيرش. طبعا اني تايتل اللي حضرتك هتكتبه هقوله لك دلوقتي بعد ما نخلص الجزء بتاعت الايه الفورما بتاعت البحث اللي بتتكتب ازاي، وبعد كده بعديها بشويه هحدد لحضرتك الايه التايتلز لكل كورس، العناوين اللي حضرتك هتختار من خلالها. طيب بعد كده بيقول لك not allowed to mention your name or your code in research cover، طبعا بيقول لك ان هو not allowed، ان هو لازم not allowed to mention your name or your code in research cover. طيب number 7 the student must choose one topic from the topic presented on the academy platform، بيقول لحضرتك ان كل طالب بيختار موضوع واحد من خلال الايه من خلال المنصه اللي انا دلوقتي اهو اللي انا حضرتك رفعت المحاضره دي على المنصه على اليوتيوب بتاع قناه المعهد، ان انت هتختار منهم توبيك واحده. طبعا يبقى ده تنبيه لكل طالب يا حضرات بيختار one topic، مش هتاخد اكتر من more than one topic، انت هتاخد one topic only، هو هتختار موضوع واحد بس وهتبتدي تشتغل من خلاله. طيب نمبر 8 بيقول لك every student is allowed to submit only one research for each subject، قال لك ان كل طالب بيوافق ان هو تعمل submit only one research for each ايه لكل ايه لكل subject. طبعا قال لك if the student don't follow the previous rules the student considered failed in the course، بيقول لك اذا ان ايه ان اذا الطالب ما don't allow the previous rules ان هو مش متابع اللي على من خلال ان هو ما تابعش الرولز اللي انا وضحتها لحضرتك، كده هيعتبر ان الستودنت considered failed in the course، يعتبر ان هو failed ان هو رسب. طبعا ده تعليمات مهمة جدا الجنرال انستراكشنز ان حضرتك تعملها، طبعا تبقى عارفها. طيب في نقطة مهمة جدا برضو انا عايز اوضحها لحضراتكم، اي طالب لو خد من التاني ريسيرش ونقل من التاني ونقله من بعض كوبي بيست، يعني انا لو لقيت اي ريسيرش الاثنين في تطابق ما بين الريسيرش ده والريسيرش ده والاثنين زي بعض واخدين من بعض كوبي بيست الاثنين رسبين، انا هنا ببلغت حضراتكم عشان تبقى حضراتكم عارفين. يبقى اي طالب لو حصل ان في لقيت الكلام كوبي بيست متاخد زي ما هو كوبي بيست والريسيرش زي ده بالظبط الاثنين زي بعض الاثنين رسبين.
ما ينفعش ان انت تنقل من زميلك، لا كل واحد يشتغل لوحده، الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه. طيب هنا طبعا بيوضح لك الريسيرش، طبعا كونتنتس اهو المحتوى بتاعت الريسيرش اهو، عباره عن الاول حاجه بتبتدي بالانترودكشن، اول حاجه الانترودكشن اهو زي ما قلت لسيادتك، ذا انترودكشن كود بي ريتن ان تو باراجرافس ات ليست، انترودكشن انكلودز انتروديوسينج ذا ريسيرش ذا بروبلم ات ادريسز اند اتس اوبجكتيفز، اهو زي ما قلت لحضرتك من شويه المقدمه بتكتب من تو باراجرافس ات ليست، على الاقل تو باراجراف، بتتعرف من خلال الايه، ان انت بتتعرف من خلال الريسيرش بتاعك، المقدمه بتاعت الريسيرش، العناصر اللي انت هتبتدي تتكلم عنه والمشكله بتاعته، وبعد كده بتحدد الاهداف بتاعته. المين بادي طبعا زي ما قلت لسيادتك، العناوين اللي حضرتك هتشتغل منه، اللي انت هتشرح من خلال العناصر اللي انت الاليمنتس بتاعت العناصر بتاعت البحث اللي انت هتتكلم من خلاله. The goal of the main body is to answer any questions that have mentioned the introduction. بعد كده الكونكلوجن، اذا الكونكلوجن ذات مينز الكونكلوجن از ذا سمري اوف وات مينشنز از ذا هول بيبر، ان هو بعد كده الخلاصه اللي هو السمري من خلال المين بادي، العناصر اللي حضرتك اللي انت شرحتها بالتوضيح بالتفصيل من خلال المين بادي. وطبعا زي ما قلت لحضرتك من شويه ان المين بادي بيتراوح ما بين 3 ل 5 ورقات، وبعد كده الكونكلوجن بتبقى ماكسيمم ورقه واحده. بعد الكونكلوجن وده مهم جدا، بيوري لك بقى الايه الريفرنسز، المراجع، المصادر اللي حضرتك اللي انت لجأت منها الريفرنسز. بيقول لك ان هو ليست الفا بيكا، طبعا ليست الفا بيتاكلي، طبعا ليست الفا بيتاكلي all the reference materials that have been cited in the next of the report how to write a reference. بيقول لحضرتك ان الليست بتاع الالفابيتك، طبعا ان انت حضرتك بتمشيها بطريقه الالفابيتك بالترتيب اي بي سي دي، طبعا طريقه شكل الريفرنس او طريقه شكل كتابه المصدر بتبقى ماشيه بكتابه الالفابيتكلي الفابيتك اي بي سي دي بالترتيب، طبعا all reference material that have been cited in the next of the report how to write a reference. طبعا هو بيوري لك هنا شكل كتابة المرجع، طبعا هو متقسمه لثلاث حاجات، لو انت حضرتك اخدت من كتاب بوك يبقى هتكتب ناحيه هنا البوك، طبعا البوك اللي هو الكتاب المصدر اللي انت هتلجأ منه، لو كتاب يبقى شكل كتابه المرجع هتنقله ازاي، اهو بدي لك هنا اكزامبل. قبل ما نقول الاكزامبل، هو بيقول لك اول حاجه بتكتب ذا اوثر نيم اسم الشخص، ذا بابليشنج يير سنه النشر، التايتل اوف ذا بوك كتاب اسم الكتاب، وطبعا بتبقى ان بولد، يعني ان بولد يعني بتكون هنا بولد. بعد كده لو في اديشن نمبر حضرتك بتكتب ذا اديشن نمبر، وبعد كده ذا بابليشر نيم. طيب هنا هناخد اكزامبل اهو، مدي لك هنا اكزامبل، لو الاوثر نيم اسمه احمد خالد بتكتب هنا اسم الشخص احمد خالد كوما سنه النشر 2019، التايتل اوف ذا بوك اسم الكتاب ذا اكاونتنج ثيوري، وطبعا معموله هنا بالبولد، وبعد كده كوما بتكتب لو في اديشن نمبر بتكتب، لو هو في الكتاب مكتوب فيرست اديشن بتكتب فيرست اديشن، بعد كده ذا بابليشر نيم الايه اسم الناشر او مكتوب اورج فور بابليشنج، وطبعا المكان كان كايرو ايجيبت. طبعا ده شكل الفورما بتاعت الايه شكل كتابه الايه الريفرنس لو ايه معمول على شكل كتاب. طيب الخطوه اللي بعديها، طب لو هنا لو في ساينتفك بيبر، طبعا لو انت حضرتك اخدت من scientific paper من مجلة علمية، من مجلة يعني scientific paper، طبعا لو انت مجلة علمية scientific paper برضو شكل الريفرنس نفس اللي فاتت بالظبط، بتكتب الاوثر نيم وبعد كده بتكتب البابليشنج يير اهو، بتكتب البابليشنج يير طبعا سنة النشر، وبعد كده بتكتب the title of the paper عنوان البيبر طبعا بتكون بالبولد، وبعد كده بتكتب اسم الجورنال، الجورنال نيم، الفوليوم العدد والاصدار، الفوليوم اند ايشوز. تمام اهو مدي دي سيادتك هنا الاكزامبل اهو، لو هنا طبعا اسم الاوثر احمد خالد بتكتب هنا احمد خالد، بعد كده كوما سنة النشر طبعا بتكتب هنا 2019،
اللي هو سنة النشر طبعا 2019، بعد كده اسم البيبر أو accounting theory، the accounting theory كوما، وتكتب اسم الجورنال طبعا بالبولد، the accounting journal لو هو اسم الجورنال account اسمه the accounting journal، بتكتب هنا the accounting journal بالبولد. بعد كده الفوليوم العدد، سوري الفوليوم اللي هو الفوليوم اهو الفوليوم 5 نمبر العدد الثالث، الفوليوم الاصدار والايه والفوليوم، لو هو في فوليوم بتكتب رقم الفوليوم، ولو في نمبر بتكتب رقم النمبر. بعد طيب اذا فرض لو حضرتك نقلت من ويب سايت، الويب سايت بتكتب هنا the name of a institution او الـ or organization، بعد كده كوما the name of the source اسم السورس اللي حضرتك نقلت منه، وبعد كده بتكتب the date login in، أو for example أو the name of institutions or organization اسم لو أنت واخد من مكان اسمه Egyptian Central Bank، comma the name of source the monthly report، comma واسم الإيه الويب سايت اللي حضرتك اللي أنت نقلت منه، والإيه والأسستد بتاريخ كام 13 فبراير مثلا، فور اكزامبل لو هنا 13 لو احنا النهارده في ماي والنهارده 13 يبقى 13 ماي 2020. ده هنا طبعا ده شكل الفورمه بتاعه الريسيرش زي ما هو، والريفرنسز زي ما هو واضح هنا لسيادتك، كتابه المرجع، وكتابه المرجع ده مهم جدا 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 يا حضرات بالنسبه للاربع فرق اللي انا ببلغ حضراتكم. الريفرنسز مهم جدا جدا، وده مهم لحضراتكم عشان تبقى حضراتكم تبقوا عارفين كويس قوي. تمام طيب. طبعا اي قطعه او اي باراجراف انت استشهدت بيه لازم تذكر اسم الريفرنسز، لازم تذكر اسم المصدر اللي انت هتلجأ اللي انت اخدت منه. طبعا الريفرنسز اهم حاجه، لو انت هتنقل من كتاب يبقى شكل الريفرنس بيتكتب بالشكل ده، لو هتاخده من ساينتفك بيبر يبقى شكل الريفرنس هيتكتب بالشكل ده، ومدي لك سيادتك اكزامبل عليه عشان تكتب تعمل زيه. ولو ويب سايت ايه هتعمل شكل الريفرنس زي ما قلت ووضحت لسيادتك لو شكل الويب سايت عباره ايه بالشكل ده. طبعا حضراتكم تفصلهم لي، ما ينفعش ان انت تحطهم لي كلهم مع بعض. لو بوك حضرتك هتكتب بوك وتكتب تحتيه الايه الريفرنس بتاعه، لو ساينتفك بيبر هتكتب هنا ساينتفك بيبر نقطتين فوق بعض وتكتب المرجع اللي انت لجأت منه من الساينتفك بيبر، ولو ويب سايت ايه هتكتب الايه الريفرنس بتاع من خلال الويب سايت اللي انت نقلت منه. ما ينفعش يا حضرات ان انت تكتب الريفرنس كله على بعض، بوك على ساينتفك بيبر على ويب سايت، لا تفصلهم لي زي ما انا فاصل كده اهو في الريفرنسز، او بتكتب البوك، ولو هو لو كتاب هتكتب بوك زي ما انا كاتب اهو بوك نقطتين، وبتكتب اسم المرجع. لو ساينتفك بيبر هتكتب ساينتفك بيبر نقطتين فوق بعض وبتكتب الايه اسم الايه المرجع. طب لو ويب سايت نفس الكلام. تمام طيب كده يعتبر انا شرحت لسيادتك الايه الفورمه بتاعه الريسيرش ان هو بيتعمل ازاي، او الايه الفورمه نفسها بتاعه الايه الريسيرش. طيب تعال نشوف بقى مع بعض دلوقتي الايه التوبكس اللي انا حددها مع حضراتكم. التوبكس دلوقتي اللي انا حددها دلوقتي مع حضراتكم ادي اهو الظاهر مع حضرتك على الشاشه اهو، اسم المقرر والموضوعات المقترحه للابحاث. هنمسك اول مثلا ماده سنه اولى، خلينا دلوقتي في سنه اولى، هنمشي بالترتيب اولى ثانيه ثالثه رابعه. طيب دلوقتي بقى هنحدد دلوقتي التوبكس اللي هي خاصه بماده principles of accounting 2. طب سنه ثانيه وثالثه ورابعه، سنه ثانيه وثالثه ورابعه دلوقتي نستنى شويه دقيقتين لغايه لما اشرح لكل اخلص سنه اولى واحدد لهم التوبكس ايه هي، ويختار منهم لكل طالب هيختار منهم موضوع، وبعد كده ننتقل على الفرقه اللي بعديها سنه تانية وهكذا، وبعد كده ننتقل على الفرقه الثالثه وهكذا، بعد كده ننتقل على الفرقه الرابعه وهكذا. طيب هنبتدي دلوقتي اول حاجه بالماده بتاعه البرنسبلز اوف اكاونتنج 2. تمام اول ماده عندنا اللي هي principles of accounting 2، طبعا الماده اللي هي خاصه بسنه اولى. principles of accounting 2 طبعا هي دي لحضراتكم اللي انا محدد لكم الموضوعات اللي احنا هنشتغل بيها من خلالها. الموضوعات اللي حضرتك هتشتغل بيها من خلالها نمبر 1، طالب اول حاجه عنوان التايتل the first title by a comparison between gap and ifrs.
طبعا الجاب اللي هي اختصار، طبعا انتوا عارفين الجاب اللي هي اللي هم اسسوا المحاسبة عموما، اللي هم وحدوا اساسيات المحاسبة. الجاب اللي هي اختصار كلمة Generally Accepted Accounting Principles، and ال IFRS اللي هي International Financial Reporting Standards اللي هي بنسميها معايير التقارير المالية الدولية. فحضرتك ده اول عنوان ان انت هتختار منه لو حبيت ان انت عايز تتكلم عنه، مفيش مشكلة، وهتلاقي موجود جديد، هتلاقي موجود منه كتير على النت. طبعا هنا بيوضح لك ايه الفرق ما بين الكومباريزون بتوين الجاب اند اي اف ار اس. ده اول موضوع، ذا فيرست تايتل. ذا سكند تايتل هنتكلم هنا عن ذا اكاونتنج تريتمنت فور ادجاستنج ترانزاكشنز اند شوينج افكت اون ذا ترايل بالانس انكم ستيتمنت اند بالانس شيت. اجين يبقى نمبر 2 هنا يا حضرات اهي، يبقى نمبر 2 بالنسبه للعنوان الثاني، ذا سكند تايتل اوف ذا ريسيرش، ذا اكاونتنج تريتمنت فور ادجاستنج ترانزاكشنز اند شوينج افكت اون ذا ترايل بالانس انكم ستيتمنت اند بالانس شيت. ان هو بيقول لسيادتك المعالجه المحاسبيه اللي هي خاصه بالادجاستنج ترانزاكشنز، بالتسويات الجرديه، وانت ازاي بتتاثر على الميزان المراجعه، على ترايل بالانس وقائمه الدخل اللي هي الانكم ستيتمنت والميزانيه اللي هي البالانس شيت. ده عنوان تاني، وطبعا حضراتكم الموضوع ده ولو استشهدت بيه بمثال يبقى حلو قوي، وطبعا المسائل منها كتيرة موجودة في الكتاب، وزي ما قلت لحضراتكم الكتاب موجود فيه المسألة بتاعت الادجاستنج، والمحاضرة اساسا انا رفعتها على اليوتيوب وانا موضحة لسيادتك وشرحت لك وديت لك ريفيجن عليها على الادجاستنج ترانزاكشنز. ده تاني موضوع اللي هو بيتكلم عن ذا اكاونتنج تريتمنت فور ادجاستنج ترانزاكشنز اند شوينج افكت اون ذا ترايل بالانس انكم ستيتمنت اند بالانس شيت. ده الموضوع الثاني. الموضوع الثالث بيتكلم هنا عن الـ critical discussions of accounting treatment for depreciation. اهو ان انت حضرتك تشرح لي عن الكريتيكال ديسكشن اوف اكاونت تريتمنت، المعالجه المحاسبيه اللي هي خاصه فور ديبريشيشن. دي موجوده وطبعا انا شارح لسيادتك، ويا سلام كمان ان انت استشهدت بمثال، ده هيبقى اوضح وايه اوضح. بس طبعا لازم تبتدي الاول بالثيوريتيكال بتاعها، تشرح لي ايه الديبريشيشن بتاعتها، ايه الطرق بتاعتها، ايه الميثودز بتاعتها، وفي الاخر ان انت تديني بروبلم عليها. طيب ده الايه، ده الموضوع الثالث. الموضوع الرابع بنتكلم هنا عن الايه، الكريتيكال ديسكشن اوف بي تي كاش اند الاونس اوف ان كولكتبل اكاونتس. ان انت تشرح الكريتيكال ديسكشن اوف بي تي كاش او الاونس اوف ان كولكتبل اكاونتس. البي تي كاش اللي هي صندوق المصروفات النثريه، والاونس اوف ان كولكتبل اكاونتس اللي هي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وكل الكلام ده طبعا اتشرح في المحاضرات على اليوتيوب وموجوده برضه في الكتاب. ده الموضوع الرابع. معلش عفوا، هنا ده الموضوع الخامس نمبر 5، وهنا نمبر 6، وهنا نمبر 7. اهو سبع موضوعات، انت بقى تختار منهم زي ما انت عايز. فاينانشال اكاونتنج تو كتير، ان انا شرحت منه موضوعاتها كتيره. نمبر 4 هنا بنتكلم عن الاكاونتنج تريتمنت فور ترانزاكشنز كاريد باي مرشندايزر ويز ديسكشن اوف ديفرنت ايشوز ريليتد تو تيرمز اوف تريد. اهو المعالجه المحاسبيه اللي هي خاصه بالتاجر بالمرشندايزر، وان انت بتشرح الايه الديفرنت ايشوز ريليتد تو تيرمز الايه التريد. طبعا مساله الموضوع بتاع التريد انا طبعا شرحتها في المحاضرات، في المحاضرات اللي بيتكلم عن الباير والسيلر ومساله التريد عموما، دي موجوده سيادتك في الكتاب برضو، ولو انت عايز ان انت تدور على النت هتلاقي عن التريد. ده الموضوع الخامس. الموضوع السادس نمبر 6، الكومباريزون between direct write off and allowance for uncollectible account accounting treatment and effect of financial on financial statements of the of a merchandiser.
بيقول لي سيادتك ان انت بتشرح بتقارن comparison between ما بين دي اخر محاضرة انا شرحتها ما بين ال direct write off وال allowance for uncollectible account وازاي ان انت تعالجها المعالجة المحاسبية بتاعتها account treatment وازاي ان هي بتتأثر and on and effect on ال financial statements القوائم المالية اللي هي of immaterializer. طيب الموضوع السابع والأخير بنتكلم هنا عن the types of financial statements and its components، ايه أنواع ال financial statements ومكوناتها. طبعا ادي اهو حضراتكم بالمادة بتاعة طلبة سنة أولى اللي هي مادة principles of accounting 2، عندك سبع موضوعات بتختار منهم موضوع واحد وتتكلم عنه من خلاله من خلال الريسيرش اللي هو قلت لسيادتك الفورمه اللي انت هتشتغل بيها من خلال التوبيك اللي انت هتختار من خلالها. ده طلبة سنة أولى اللي هي الكورس بتاع Principles of Accounting 2. طيب هننتقل للفرقة التانية لسنة تانية الـ Accounting for Corporation. طبعا ننتظر دلوقتي بتوع تالتة ورابعة، ننتظر بعد ما نخلص بتاع الايه المادة بتاعت الـ Accounting for Corporation ونحدد لهم ايه الموضوعات اللي هم هيشتغل بيها من خلالها. طبعا انا محدد لكم خمس موضوعات للـ Accounting for Corporation، هتختار منهم موضوع واحد، وطبعا ده مهم جدا لطلبة اولى وتانية وتالتة ورابعة. يا جماعة بعد اذن حضراتكم مفيش حد ينقل من التاني، كل واحد يشتغل لوحده. ان انا لو لقيت ان البحث الاتنين متطابقين بنفس الكلام بالظبط ومتاخدين كوبي بيست الاتنين مع بعض، الاتنين راسبين. تمام، انا بلغت اهو عشان تبقى حضراتكم تبقوا عارفين. طيب accounting for corporation number one اهو اول موضوع، ممكن تتكلم عن ال characteristics of a stock corporation form its advantages and disadvantages accounting treatment for issuance of stocks and discussing the contents of the owner's equity section of the balance. Again هنا بنتكلم عن ال characteristics of a stock corporation form it advantage advantages بتاعتها و disadvantages المميزات والعيوب بتاعت ال stock corporation ال characteristics of a stock corporation form. ايه بقى ال advantages بتاعتها والديس ادفانتجز بتاعتها وازاي ان حضرتك بتعالجها المعالجه المحاسبيه الاكاونت تريتمنت فور ايشوانس اوف ستوكس طبعا لاصدار الاسهم وتشرح لي اند ديسكشن ذا كونتنتس اوف ذا اونرز ايكويتي سيكشن اوف ذا بالانس. ده اول موضوع. الموضوع الثاني بنتكلم هنا عن الديفرنت تايبس اوف ستوكس انواع الاسهم الديفرنت تايبس اوف ستوكس accounting treatment for treasury stocks وازاي انت تعالج المعالجة المحاسبية اللي هي خاصة بالtreasury stocks اللي هي اسهم الخزينة showing its effect on the balance sheet وازاي ان هي بتتأثر على البالانس شيت and discussing the contents of the owner's equity section in the balance sheet of a stock corporation. ده الموضوع التاني حضرات، يبقى واحدة عن ال characteristics of a stock corporation form والتانية بنتكلم عن different types of stocks accounting treatment for treasury stocks. طبعا حضراتكم من كل واحدة فيهم ياريت طبعا هتتكلمني عنها نبذة كثريتيكال بارت وفي الاخر طبعا بعد ما بتشرح لي كجزء اللي هي خاص بالثريتيكال ياريت بقى توضح لي كمثال عملي براكتيكال وطبعا في المين بادي في الاخر خالص ان انت تستشهد بايه ببراكتيكال عليها. نمبر 3 بنتكلم هنا عن الريكويرمنتس المتطلبات الريكويرمنتس فور ديفرنت اهو نمبر 3 الريكويرمنتس فور ديفرنت فورمز اوف ديفيدنس ديستريبيوشن تو شير هولدرز ذا اكاونتنج تريتمنت فور ايتش فورم شوينج ذا افكت اون ذا بالانس شيت اند ديسكاسينج كونتنتس اوف اونرز ايكويتي سيكشن ان ذا بالانس شيت اوف ا ستوك كوربوريشن. Again, number 3, requirements for different forms of dividends distribution to shareholders, the accounting treatment for each form, showing the effect on the balance sheet and discussing contents of owner's equity section in the balance sheet of a stock corporation. ايه المتطلبات بتاعت ال different forms بتاعت ال dividends اللي هو التوزيعات الارباح على المساهمين اللي هي dividends distribution
ديستريبيوشن تو شير هولدرز، وازاي ان حضرتك بتعالجها معالجه محاسبيه اهو ذا اكاونتنج تريتمنت فور ايتش فورم، وازاي شوينج ذا افكت وازاي بتتاثر على البالانس شيت او اند شوينج ذا افكت اون ذا بالانس شيت اند ديسكاسينج كونتنتس. انت بتشرح من خلال اونرز ايكويتي سيكشن ان ذا بالانس شيت اوف ا ستوك كوربوريشن. يبقى حضرتك انت بتتاثر ازاي من خلال البالانس شيت اللي هي الجزء المتعلق بالاونرز ايكويتي سيكشن. نمبر 4 ان الموضوع الرابع كومباريزون بتوين، الفرق ما بين الكومباريزون بتوين الستوكس اند بونز، الفرق ما بين الاسهم والسندات، وازاي ان حضرتك ذا اكاونتنج تريتمنت ازاي ان هي تعالجها المعالجه المحاسبيه ذا اكاونتنج تريتمنت فور ايش فور ايشوانس اوف ستوكس اند ايشوانس اوف بونز شوينج both stocks and bonds in the balance sheet and discussing contents of owner's equity section in the balance sheet of a stock corporation. الموضوع الخامس والأخير طبعا هنا الـ critical discussion of bonds as a means of financing corporation. ان انت تشرح لي ايه معنى كلمة السندات او critical discussion of bonds as a means of financing corporation تمويل الشركات، وازاي ان هي بتعالجها المعالجة المحاسبية showing the accounting treatment for bonds issuance ازاي انت بتعالج المعالجة المحاسبية لاصدار السندات and payment of interest وان انت ازاي بتدفع الفوائد بتاعتها and redemption of bonds on maturity وان انت استرداد السندات عند الاستحقاق، وازاي ان هي بتتأثر showing the effect on the income statement and balance sheet وازاي ان حضرتك بتتأثر من خلال الـ income statement والـ balance sheet. ده الموضوع الخامس. يبقى كده حضراتكم انت عندكم في ايه 5 topics بتختار منهم ايه 1 topic only لكل طالب في المادة بتاعت الكورس الـ accounting for corporation. المادة الثالثة طلبة سنة ثالثة اللي هي cost accounting 2، طلبت طبعا سنة ثالثة دلوقتي اللي هي cost accounting 2. طبعا سنة رابعة دقيقة واحدة بعد ما هشرح دلوقتي بتوع الكوست اكاونتنج 2 الموضوعات هننتقل بقى للفرقة الرابعة اللي هي المادة الأخيرة اللي هي contemporary problems and issues in accounting. طبعا حضراتكم انتوا عندكم 5 موضوعات هتختار منهم، لكل طالب هيختار منهم موضوع. الموضوع الاولاني هنتكلم عن using job order costing system in industrial projects، طبعا دي انا شرحتها لسيادتك الجوب اوردر، ده اول موضوع. الموضوع التاني بنتكلم عن using process costing system in industrial projects، ده عن المراحل الانتاجية نظام المراحل الانتاجية. يبقى اول واحدة بنتكلم عن job order costing system in industrial projects، ده اول موضوع. الموضوع التاني the second topic by using process costing system in industrial projects. الموضوع الثالث using economic order quantity in industrial projects. الموضوع الرابع بنتكلم عن using allocation of indirect overhead cost. طبعا الاربع موضوعات دول انا اوريدي شرحتهم لسيادتك وموجود المحاضرات بتاعتهم على المنصة وطبعا موجودين في الكتاب. الموضوع الخامس والاخير طبعا عن using activity based costing EBC system in industrial cover او NEBC معلش اكتب هنا بالمرة System. ده الموضوع الخامس للطلبة بتوع سنة ثالثة اللي هي الكورس بتاع مادة Cost Accounting 2. عندها 5 موضوعات لكل طالب هتختار منهم موضوع، ومن خلال الموضوع ده هتبتدي تشتغل من خلال الفورمة بتاعت الريسيرش اللي انا قلت ايه لحضراتكم عليه من شوية. نفس القصة اللي عندك الفرقة اللي قبليها السنة تانية عندك 5 موضوعات هتختار منهم موضوع من خلال لكل طالب. الموضوع ده هتبتدي تشتغل من خلال الفورمة بتاعت الريسيرش اللي انا وضحتها ليك من شوية اللي هي طالب السنة تانية الاكاونتنج فور كوربوريشن. سنة اولى principles of accounting 2 عندك 7 موضوعات هتختار منهم موضوع واحد لكل طالب، ومن خلال لكل موضوع هتبتدي تشتغل من خلال الفورمة بتاعت الريسيرش اللي انا قلتها لحضراتكم من شوية. طيب نرجع بقى لسنة تالتة الفرقة التالتة اللي هي cost accounting 2. طبعا عندك 5 موضوعات لكل موضوع انت هتختار منهم، يا اما تختار عن job order يا اما تختار عن ده اول موضوع، يا اما تختار عن البروسيس كوستنج سيستم نظام المراحل الانتاجيه، يا اما تختار عن الايكونوميك اوردر كوانتيتي، يا اما تختار عن الالوكيشن اوف اندايركت اوفر هيد كوست، يا اما تختار عن الاي بي سي سيستم. وطبعا كل ده موجود من على النت زي ما قلت لسيادتك ومليان موضوعات كتيره جدا عنه. تمام.
ممكن يا اما حضرتك ترجع كمرجع ليا موجود في الكتاب، يا اما طبعا وزي ما قلت لسيادتك انا مش هشتغل على مرجع واحد، انت هتشتغل على اكتر من مرجع، اكتر من سورس. تمام. طيب اخر حاجه بقى، الفرقه الرابعه والاخيره، طلبه سنه رابعه، اللي هي الماده بتاعت contemporary problems and issues in accounting. مدي لسيادتك 5 موضوعات، من 5 موضوعات دول هتختار منهم موضوع واحد لكل طالب. الموضوع الاولاني اما هنتكلم عن consolidation of balance sheet، اللي هي القوائم المالية المجمعة، يا إما الموضوع التاني بنتكلم عن الميرجينج اند اكوزيشنز اند شوينج افكت اون ذا بالانس شيت، اللي هو الاندماج والاستحواذ وتأثيرها على البالانس شيت وتأثيرها ازاي على الميزانية. ده الموضوع التاني. طبعا كل ده طبعا اتشرح وموجود في المحاضرات على المنصة بتاعت المعهد. الموضوع التالت هنتكلم عن الاكاونتنج فور فورين كرنسي ترانزاكشنز، اللي هي المحاسبة عن المعاملات للصفقات الأجنبية. الموضوع الرابع هنتكلم عن Translation of Financial Statements for Multinational Companies، اللي هي ترجمة القوائم المالية للشركات متعددة الجنسيات. الموضوع الخامس والأخير اللي هي Fair Value Measurement، ان انت ازاي بتقيس القيمة العادلة in Financial Reporting، في التقارير المالية. الموضوع الخامس Fair Value Measurement in Financial Reporting. فحضرتك انت عندك او 5 موضوعات، لكل طالب هيختار منهم موضوع ويبتدي يشتغل من خلال الريسيرش اللي انا قلت لحضرتك من خلاله من شوية في الاول خالص في اول المحاضرة، شكل الفورمة اللي حضرتك هتشتغل من خلاله، من خلال التوبيك اللي انت هتختار من ال5 موضوعات دول، هتختار منهم موضوع واحد اللي هي خاصة بالمادة الرابعة اللي هي طلب السنة الرابعة، اللي هي Contemporary Problems and Issues in Accounting. يبقى كده انا حددت لحضرتك الموضوعات المقترح للابحاث لكل مقرر ال4 فرق، اللي هي سنه اولى الـ Principles of Accounting 2، 7 موضوعات لكل طالب هيختار منهم موضوع واحد. سنه تانيه الـ Accounting for Corporation، انت عندك 5 موضوعات هتختار منهم موضوع واحد. السنه تالته Cost Accounting 2، عندك 5 موضوعات هتختار منهم موضوع واحد لكل طالب. اخر حاجه طلب السنه الرابعه الـ Contemporary Problems and Issues in Accounting، عندك 5 موضوعات هتختار منهم موضوع واحد. وشكرا لحضراتكم، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يوفقكم ان شاء الله بإذن الله، ورمضان كريم عليكم وعلى أسرتكم بألف خير وصحة وسعادة. شكرا.